اليوم المجتمع السوري مجتمع العنصر النسائي العامل في القطاع المدني، والسبب معروف هو الأزمة، موجود بقوة. اليوم عدد المهندسات الذين يفرزن للمؤسسات هو أكثر من المهندسين، ومبارح كنا عم نفرز الشهادات العليا الخريجين من الأينا، وكان القسم الأكبر منه النساء. فالبرنامج مهم كتير للمراحل القادمة مشان نعزز قدرات المرأة ضمن 5 محاور. ركزنا على إدارة السمعة، ركزنا على التفاوض وآليات العمل في المحافل الدولية، ركزنا على حل المشكلات الإدارية. غاية من هاي الورشة العمل أو البرنامج التدريبي هو التأكيد على الاستمرارية بتمكين المرأة وبناء القدرات لحتى تتمكن دوما من أن تكون بالصف الأول وعم تاخد أدوار القيادة. هو برنامج بيسعى للاستمرارية في بناء الإنسان مثل ما عم نشتغل على موضوع بناء الوطن بعد الأزمة اللي إجت على سوريا.